عليك شلنا الواو وحطينا الواو واو واو بطلع يا ابو حاب انت صدقت انك معالي احلى جلسة بعد 4 سنين بيشتري تكة بنزين كيف يا عمرو موسى وينه هذا قناص الفرص وينه هلا رح نفوت اكثر بهيدي الملفات خاصه باللي عم بيصير بالدول العربيه وانعكاسها كمان بلبنان لانه اليوم كمان في طرفين بلبنان كل حدا مدعوم من ميلي وعم عم بيصير الصراع على خاصه ب شوي 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 احلى جلسه ويا بلا ميك